الناحيه الثانيه في فريق جي كي يملوش معانا هشوم، معانا كي وتريكسد وسيسلي، وطبعا اضافه الجديده اللي احنا كلنا متحمسين نشوف هيعمل فيها ايه بالنسبه للجيم ده نودل. بنبدا الاوبريتور بانز يملوش، وهذا هلا الفكره انه هل نودل حيجيب طريقه تفكير الاوروبيه على اللعب جي كي، وهذا بان ما بتتوقعه. مونتي يكون اول بان شغلي بتردني على 2018-2019 رينبو 6 من سنين وسنين. سلاج كامينا بان، يعني اول اثنين بانز دايركتلي غريبين. لو بالعاده تتعود اوكي يانا بان، بس انه ترجع على سلاج بان هيدي غريبه. فاندير صراحه السلاج بان غريب جدا فعلا يا ملوش. بس مونتين خليني اقول لك ممكن يكون تارجت بان لايجل، لان ايجل اكس موجود في تريبل، واللاعب ايجل احنا عارفين ان هو يعتبر من افضل لعيبه شيلدز، واعتقد ان دي بتاكد واضحة. اللي احنا بنقوله يعني كلاش ومونتين دي واضحه جدا، رساله واضحه كتير واضحه لتوديا انه الفريقين ما انه مبسوطين بالشيلدز. خلنا بس نطلع الكلاش والمونتي. كلاش فيها كتير تعمل في اوبريسيف كنترول، هيدي المشكله انه تلعب ضد كلاش او ضد مونتي. بس مثل ما اتنين عم نقول سلاج غريب كمان، فنرير ما بستبعده ابدا لانه فنرير من وقت ما دخل على الـ على الكومبتيتيف بلاي من كم شهر كلنا عم نفكر اوكي فنرير حيكون له سبيس كبير بالجيم هون. فنرير حتى لو جبت شيلدز فنرير قادر انه يلعب مزبوط ضدك. بستغرب شوي البان، بس شفنا انه في مونتي بان على جنب تاني، بس يو نو اتس It's an okay band regardless. Fenrir فينا نستعمله بشكل كتير قوي بالجيم فعلا، وهنشوف البان بتاع الفنرير ده هيأثر ازاي على فريق زي جي كي. ولكن على العموم يا ملوش احنا بنبدا وفي اوريدي انترستنج بيك جدا من جانب دوفاكين في فريق ابل بيلعب بيه الجلاز، وعلى طول جاردز عمل 6 بيك جاب الكابيتا، وواضح كده ان فريق تريبل في الاغلب هيكون بيلعب على البلانتنج ديفيوزر عكس اللعب بتاع المينا اللي دايما بيكون متجه ناحيه الكيلز. بس لو فريق تريبل فكر يعمل كده يا ملوش عندنا الناحيه الثانيه ووردن موجود وسوليس موجود، يعني الكاونترز حاضره عند فريق جي كي وممكن يردوا رد عنيف جدا على تريبل. ممكن هيدي الفكره انه ما انه في سوليس ما فيهم تريبل كتير يحطوا حالهم ببوزيشن اوكي نحن حنجيب سكاوت او ما فينا نجيب تويتش او اوبريتورز كتير لزمون سبورت من درونز، لانه كل هالايكويبمنت هيدا السوليس تبع تريكسد حتشوفها حيقدر يشيلها من الجيم. بس الجلاس جاي ليكون هالفيل، بس تخسر ليانا بتخسر الجرينيدز، هيدا كل كتير 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 قوي للفالكري على جنب جي كي. وجون هلا اجباري انه يكون على الدرونز يلي موجودين بالماب اللي سول السماء دمرتهم. فعلا جون خلاص راح كده من فريق تريبل، ولكن في نفس الوقت نودل اتدمج بشكل كبير. شايفين سيريسلي يبدا ان هو يعمل كده رومنج ناحيه الريدنج، واعتقد انه ممكن يكون مستني كول علشان يلعب على سيكول. في نفس الوقت ايجل يعمل دروب عنيفه ويقدر يجيب دبل كيل، بتعمل ايه يا ايجل يا مجنون؟ وفريق تريبل فجاه لقيناه في نص السايت يا ملوش على طول وراء الفلاشز وجلاز موجود، ولكن تحتك السيفور يا ايجل يطير على طول بين سيريسلي ببلاي اكتر من ممتازه، ونروح 3 في 3 يا ملوش والميزان يرجع متساوي. اجباري اللاين ينط على السايد هلا موك معه الاي 1 دي، بس يقدر يفوت القائد بيطلع ضده من سيريسلي، بس سيت اوف لو اتش بي اثنيناتهم بالانجيجمنت بيناتهم. وين دوفاكين بهالوقت هيدا؟ ليكو موجود الديفنس، بس اجباري انه هلا تتاكد ما في حدا تحت. بس ليه نودل ايزي كيل معطيه والبلانت حينزل؟ لا امباكت بتكفي لللاين. هيدي المشكله هلا انه ضليت لحالك ما عندك اي سبورت وما عندك اي انفو على وين موجودين هاللاعبين هودي وشو الايكويبمنت تبعهم اللي فاضل، وحتكون ايزي راوند بالاخر. نودل شو هالبوزيشن هيدي اللي مسكها باثروم لحاله كثير سريع الراوند. Too fast for their own good. هي الفكرة على تريبل. فعلا كانت too fast فعلا يا ملوش، ولكن تريبل قدروا ان هم يدخلوا السايت، عرفوا يعملوا انتري ايجل بالدروب الشجاعة جدا، وده اللي احنا عارفينه عن ايجل عامة. لعبه بيكون متهور ولكن بيكون مدروس، قدر ان هو يعمل دروب جاب دبل كيل
بعدها على طول دوفاكين عمل رابل ان من الويندو ناحية النيو بالكوني، وكانوا تريبل معاهم السايت. ولكن المشكلة الكبيرة هنا يا ملوش اللاك اوف دروننج بالنسبة للسكند فلور، ازاي ما يكونش معاهم كول عند القائد اللي كان موجود في الريدنج؟ سيريسلي السي فور دي خلينا نقول هي اللي انقذت فريق جي كي في الراوند دي. تعرف شو كان الحل لكل هالراوند هيدي؟ سلاج للأسف لتريبل أو باك، وهيدا اللي بدي شوفه. إيجل حينقي باك. شو الهدف هلا؟ إنه بالراوند الماضي كنت جبت الباك وفت أنت على السكند فلور، ومنه قدرت تاخد كنترول على اللايبرري، ومنه عندك كنترول على السايت، بتقدر يمكن كيل يعني الديفندرز اللي موجودين تحت باللايبرري، فعندك سبيس لتاخده ولا تقدر كمان تحضر البلانت اللي حيصير على التوب فلور. بس للاسف ما صار هيدا بالراوند الماضي. هلا ايجل حياخذ الباك، بس الباك حيستعمل من فوق لتحت. دائما الفكره هي انه اذا الديفندرز قاعدين على فلور 2 انت حتجي وتاخذ فلور 3 ومنه تعمل اتاك على الفلور وتعمل البلانت، واذا الاتاك الديفندرز على فلور 3 حتجي انت على فلور 2 وتحضر حالك لتعمل رش على فلور 3 من بعد ما لعبت السوفت ديستركشن على فلور 2. هيدي دائما اللوجيك، بس عم تحاول تعمل اتاك على اي سايت برينبو 6 فعلا، بالذات كمان استخدامه في ماب زي كافيه هتشفع له في حاجه زي كده، سواء المساج او الباك اللي اتكلمت عنه. ولكن طبعا باك خلينا نقول هو مور فيرساتايل بالنسبه لكافيه. على العموم يا ملوش، شايفين دلوقتي الاكسكيوشن من فريق تريبل بدا ان هو يكون فعال. فريق تريبل بدا كده ان هو يرمي شويه نيدز، بيحاول ان هو يعرف اماكن تمركز فريق جي كي اللي فاتحين روتيشنز كتيره جدا. يعني في واحده موجوده ناحيه الباثروم وهي دي الطبيعيه، ولكن في واحدة كمان موجودة ناحية فريزر يليها على طول الكاسل دور فريق جي كي. وطبعا الكوتش قالوا واضح كده يا ملوش ان هو مجهز خطط قوية جدا بالنسبة لفريق تريبل. الرينفورسمنت سيرسلي اجباري انه يمشي، بس الجرنيد من جون على راسه ديركت البوزيشن دو من هشوم تريكس. بنفس الوقت دوكين حيقدر يشيله من الهولوي. هيدي المشكلة انه عندك ميرا على جنب التاني، ولك هشوم الرات بلايز تبعيته قاعد بالبار لحاله، حيقدر يسمع جون واثنينتهم بيعرفوا بعضهم، بيعرفوا وين موجودين بهالبوزيشن هيدي، بس هشوم قادر انه يهرب ويضل يحافظ على حياته بهاللحظة هيدي. ادفانتج لجي كي بالبوزيشنينج هيدا. اوكي خسرت انت الازامي، بس اتس اوكي طالما الباقي من التيم اسا موجودين وعندك الاكويبمنت تبعك. شوف مع بعض يا ملوش، خلاص متبقي 50 ثانية ولسه 4v4. فريق تريبل محتاج ان هو يبدأ يسرع في البوش، يعني لان فريق جي كي واضح ان هم مجهزين المصيادة ومجهزين الفخ. لو فريق تريبل بدأ يعمل بوش متأخر ساعتها الراوند هتروح لجي كي بكل سهولة. اكس كي هنا وكمان معاه اتنين من زمايله موجودين في الهول واي، يعني بيعملوا كده شالو رومينج ناحية السايت وبعتين هشوم يكون مستني عند البوتوم وايت سير عشان يكون ان اكسبكتد. ولكن يعملوش خلاص 25 سكندز ريمينينج ولسه فريق تريبل بيلعب على الفيرتيكال بيحاول يجذر انفو على فريق جي كي ولسه ما بدأش ان هو يدخل السايت. هتكون خطر جدا يعملوش ال 15 ثانية جايين دول. وهيدا اللعب المزبوط انه مفروض انت تاخذ التوب فلور تلعب السوفت ديستركشن لتقدر تنزل على السايد، بس ما صار هيدا. بس بنفس الوقت وان دروب وكل كمان تيم كيل كمان من جاردز على ايجل، الديفيوزر از بلانتد، بس هشوما اكس كي هن اخر اثنين موجودين على الفريق مو على الكل على تريكس. للاسف شوتجن ما بيقدر يعمل اللعب على الديستنس، وجاردز قادر ينزل هشوم من السايد بالكوني هون تحت النيو هاتش. هيدي مشكلة كبيرة هون، انه صحيح كانت في 14 ثانية فاضلين من الراوند، بس بنفس الوقت جي كي اوفر اكستندد مع انه بس صار الوقت كمشوا على بعضهم كرمال السوفت ديستركشن ما تقدر طلقتهم كديفندرز على فلور 2، بس ما مشي الحال للاسف. فعلا يا ملوش ما مشيش الحال خالص. يعني خلينا نقول ان كان ممكن هشوم اللي كان مستني ناحيه البوتوم وايت سير بدل ما كان يفضل عامل هولد هناك كان ممكن يروح ليت فلانك بالنسبه لتريبل، لان خلاص هم تاخروا كان ناقص 15 ثانيه. لو كان هشوم راح ليت فلانك، وطبعا هشوم اصلا من اميز اللعيبه اللي بتلعب على الفلانكس، كان ساعتها فريق تريبل فعلا كان الراوند هتكون صعبه عليه. ولكن انا منبهر ان هم قدروا يجيبوا الراوند فيه الاخر ويخلوا السكور 1-1.
على عموم ما يعملوش بنبدا الراوند الثالثه. ايجل بيرجع برضو لاختيار الباك مع السكس بيك. دوفاكين نفس الكلام يغير من الاش ويحاول على الاي كيو. جاردز مستمر على الهبانه. مو طبعا معايا بالاي ام بيز والثاتشر وجون الفراجر بتاع تريبل مكمل بالديانا. الناحيه الثانيه برضو نفس الفيكس يعتبر يا ملوش. نودل مختار الكاسل وفي ارون وفي ميرا وكمان الميوت علشان يعمل كاونتر لاي حاجه ممكن تكسر اليوتيليتي دي. جي كي تحس ان هم بيلعبوا كتيم اكتر من تريبل حاليا من البيكس طبعا. حاليا مظبوط حاليا مظبوط. ومفوقه في عندك يعني مثل ما قلت الفالكوري بيك يلي شايفينه بهالراوند هيدا. بس نفس الوقت التريبل اول راوند كانوا شوي بطيئين بالرياكشن تبعيتهم، بس هلا شافوا اوكي لازمنا الباك كثير منيح لانه ما عندنا سلاج. شفنا فالكوري وشفنا ميوت اوكي شايف جيبوا اي كيو حتى نزملنا بهالراوند هيدا. بلس نعرف انه سايت هو داون ستيرز كثير منيح فينا نجيب نحن سوفت ديستركشن. بس نودل بيطلع وباول كيل على جون بشيل اليانا. للاسف لجون مان منا احسن اوبننج للماتش هلا. بس تخسر اليانا تخسر الجرينيدز، هن الجرينيدز الوحيدين اللي موجود عندك على الفريق وخاصه بسكند فلور اتاك. للاسف هيدا خساره شوي كبيره لفريق تريبل اي سبورت. واضح كده يا ملوش ان نودل متكيف مع اللعب بتاع المينا ريجن جدا، لان هو اللي عمل الران اوت من جانب فريق جي كي. جون ما كانش موفق نهائيا، ولكن شايفين دلوقتي دروب من ايجل ومواجد ناحيه السيجار شوب. عارف ان في اعضاء من فريق جي كي في التوب فلور فعلا. وول بانج كده بري فاير كانت قريبه جدا من ان هي تلقط هات شوت، ولكن الشوتس في الاخر ما تعملش كونكت. شايفين ايجل بيتفتح عليه فيرتيكال وسي فور، ولكن بمهاره عاليه يقدر يضربها على اخر ثانيه وينقذ نفسه ويعمل ويست للسي فور من جانب ميرا. يعملوش بلاي روعه من ايجل الصراحه. بس بدك تحكي على ويست، في دقيقه فاضله على التايمر. التايم ويست والرينفورسمنتس اللي موجودين بهالطريقه لجي كي موجودين بطريقه كثير مرتبه. حتى الميرا بالميني بار اسا موجوده بنفس البوزيشن، وفالكري كمان اسا عندها كنترول على الوايت ستيرز. هيدا الشيء كثير كثير مهم هون، وهيدي تريد 1 تو 1. جي كي اسا بالادفانتج، صحيح اسا عندهم نايترو سيل اخيره بيقدروا بيستعملوها، و 4 2 ادفانتج لجي كي. باقي خلاص 4 فيرسس 2، 30 ثانيه متبقيه ملوش، ولكن نودل يقع انجر وكمان يروح تماما من جانب مو من فريق تريبل. واضح كده ان تريبل برضو مستمرين على الليت راوند اكسكيوشن ولسه حاطين الراوند دي في عينيهم وحابين ان هم يجيبوا الوين. ولكن هل جاردز ومو هيقدروا يعملوها؟ جاردز يعمل وف صعبه جدا ممكن تخسرهم الراوند دي، وفي نفس الوقت مو يقع انجر وخلاص كده يا جاردز ما فيش معاك اي وقت نهائيا، والافضليه العدديه مش معاك. لكن يعمل رش يقدر يخلص على سيريسلي، والرد كان عنيف جدا من تريكسد. الراوند بتروح لصالح فريق جي كي، ولكن يا ملوش كانت قريبه جدا من ان هي تروح للتريبل. هيدي الباك اند فورث اللي بحبه بلعبه بين فريقين قادرين يعملوا الادابتيشن تبعيتهم بتوين الراوندز. التريبل عملوا ادابتيشن من اول راوند للثاني وشفنا الالترناتيف، وهلا جي كي قادرين انه يردوا بنفس الطريقه براوند 3، اللي بورجينا انه الفريقين اثنيناتهم متوازيين بكثير محلات. وبنفس الوقت بنشوف اذا بنطلع على الستاندينجز بالمينا ليج اثنيناتهم على 9 نقط ب 3-0. النقطه الزياده انه الفريق اللي بيخسر هالماتش بيكون اول خساره لهم بهيدي الستيج. بهيدي الشغله فيها تدفع فريقك للامام انه تحفزهم، بس بنفس الوقت فيها تزيد بريشر كثير عليه، وممكن الاكسبيرينس تبعت الجي كي تساعدهم. بس نتذكر انه جي كي على الديفنس عندهم ادفانتج، ما فيهم يخسروا اكثر من 3 راوندز ماكسيموم. فعلا يا ملوش، ونقطه بصراحه قويه ومهمه جدا ان اللي هيخسر الجيم ده هيكون اول جيم خساره بالنسبه له. ده غير ان طبعا جي كي سابقين الى حد كبير في النقاط، ولو كسبوا الجيم ده الموضوع هيكون صعب على باقي الفرق، وبالاخص طبعا الشامبيون بتاع ستيت 1 اللي هم فالكونز. دي النقطه اللي انت كنت اتكلمت عنها في فقره التحليل.
ولكن على العموم يا ملوش هنبدا دلوقتي الراوند رقم 4. خلاص فريق تريبل بدا ان هو يعمل رابل كده تجاه الكريسماس او السيجار. وايجل عارف وكان مجهز للران اوت اللي كانت ممكن تيجي من سيريسلي، كان في توقع. وفي نفس الوقت تريكسيت باستخدام اليوتيليتي قادر ان هو يعمل جاذرنج للانت. الواضح كده ان احنا ممكن نشوف ران اوت مره تانية يا ملوش حالا. هيدا تريكسيت ببوزيشن مهيب انه قادر يقدم هالانفورميشن هيدي. اكسكا حيقدر ينزل جاردز وبتخسر الهيبانا الهارد بريتش الوحيد اللي موجود عندك على الفريق، ما في هارد بريتش تول على اي اوبريتور تاني. التريبل اجباري هلا انه يلعبوها سيف، ما عندك كتير رينفورسمنتس اجباري انك تفوت فيهم، اجباري ممكن انك تنط على السايت بس نودو حجيب الكل التاني. وهون ايجل اكس انشيل، ما عندك بقى زوفيا هالكنترول من الستانس اللي موجودين عنا، واجباري انك تفوت على السايت لحالك. ممكن جون هون يقدر يلاقي الكل بالجرنيد. لا للأسف على القليلة جيب الكل بس مانا نضيفة يعني. المهم في الاخر جاب الكل النيد للأسف ما مشيتش معايا. المهم النية بالظبط كده. 4 ضد 3 ملوش، وجون لسه مستمر مع الفراجر دوفاكين وفي نفس الوقت مع مو، ولكن برضو جي كي هم اللي معاهم المان ادفانتج لحد دلوقتي. بصراحة جي كي عاملين هولد ممتازة كديفندرز لماب كافيه، وشايف معايا ملوش كمية اليالو سبوتس اللي قاعدة تنزل لفريق تريبل عن تمركز فريق جي كي. مو ماسك الفيري لونج انجل من ناحية البيانو وعارف ان في حد متواجد ناحية النيو بالكني، ولكن جون في جهة اخرى تماما بيكمل وبيخلص على سيريسلي ويعدل الكفة متوازنة 3-3 يا ملوش. بس عنده 38 سنة لقدر يفوت على السايت، وعنده شوية بروتكشنز زيادة هون من الوماي اللي موجود لجي كي. ما بعرف ليش حشوم عم يركض هون للفايت، بس حابب البوزيشن تبعيت نودل هون. خليك عم تلعب بالباور بوزيشن اللي هي باثروم هون، لعب الحمام للأدفانتج تبعيتك وانطور. اوكي ورست كيس حيطلع حدا من وراك، بس جون مفروض حدا يكون حاضر على الوايت ستيرز. جون بالكواد كيل ناطر للايس لحاله هون بيقدر، لا موه بياخد اخر كيل بيسرق الايس، بس بنفس الوقت الراوند بتروح للتريبل اي سبورتس. اند اثنين لحد دلوقتي يا ملوش تقريبا ما شفناش ايس في ستيج 2. اعتقد كل ما بيكون في ايس بتلاقي حد سرقها على طول، بس احنا طبعا يعني لو هنتكلم من الحته اللوجيكال اسرق الايس مش مشكله، المهم ان انت تكسب الراوند، وده اللي تريبل قدروا يعملوه في الاخر. 2-2 على قولتك، والوضع كده واضح ان هو ماشي راوند للفريق ده وراوند للفريق الثاني يا ملوش. بشكلنا كده ممكن نشوف اوفر تايم بين الفريقين دول. معقول بس كنا قاعدين سوا وعم نعمل predictions للجيم انا وبيكسل ومنير، كنا عم نحكي عن ممكن اوفر تايم يكون 8-7 ل جي كي ولا تريبل، بس حتى 7-5-7-5 كسكور لتريبل او لجي كي ما بستبعده ابدا. الفريقين كتير قريبين بين بعضهم وعم نشوف الادابتيشن من راوند للثانية، عندهم كل اللي لازم، بس عندك هالاكسبيرينس والجيم نوليدج اللي بتقلك اوكي بهاللحظة هيدي لازم انا اخد هالديسيجن، وهيدي شغلة ما فيك تحللها، ما فيك تقول انه مثل فكرة مومنتم انه هي كتحليل كارقام ما فيك تحطها برقم، بس بنفس الوقت هذا احساس، بالاحساس شيء كتير ما فيك تعطي كيان قدام لتحلل. فعلا يا ملوش، ولكن ادينا اهو بنبدا الراوند الخامسة ولسه فريق تريبل بيحاول ان هو يعرف اماكن جي كي. وفي نفس الوقت جي كي الصراحة استخدام السولس من جانبهم ممتاز، والغريب هنا ان تريبل ما عملولوش بان، ولكن برضو هم عملوا بان لفنرير، يعني الاثنين بانز احسن من بعض في ماب زي كافيه. بس شايف معايا تريكسد معاه كمية انفو ازاي على الماب كلها على فريق تريبل كله، عارف الدرونز بتاعتهم موجودة فين، وعارف الدرونز دي مين اللي ماسكها ومتواجد في انهي جهة. انت المهمة جدا هتكون لفريق جي كي، وممكن منها يتوقعوا بوش تريبل هتكون عاملة ازاي اللي بدأت تكون ناحية سيجار. بس نودل شوت ممتازة وهيد شوت على جون
الفرجر بتاع فريق فيل يقدر يجيبه بمهاره عاليه يا مدير. نودل مور لايك سباجيتي الدنتي. شو هاللعبه هيدي البوزيشن تبعيته. ايجل بيكيل جاردز بالثانية وموه كمان فوقه. لاعبين بس فاضلين من الجيكن. نايترو ما حيقدر يوصل وياخذ الكيل وخلص. سايت اس فورفيت. ما عندك اسا نايترو، ما بقى عندك اي اكويبمنت، عندك بس امباكت. وتريكس قادر يعطي الانفورميشن هون، بس بنفس الوقت تريبل اخذين البوزيشننج. دوفكن نفس الوقت حيقدر ينزل بالكابيتاو وياخذ اول كيل ويسمع على الاغلب الثاني. سيريسلي هلا بين بوزيشن انشاف لقط انقتل تريبل اللعبه بتجنن صراحه يا ملوش. لعبه بتجنن فعلا يعني. تريبل واضح ان هم مذاكرين فريق جي كي كويس وشافوا الجيم بتاع جي كي وبتاع فالكونز اللي اتلعب امبارح وكانوا مجهزين لهم الضربه القاضيه. لحد دلوقتي تريبل بدأوا ان هم يسبقوا جي كي، كنا ماشيين راوند كده راوند كده، ولكن تريبل قدروا ان هم ياخدوا تو راوند ستريك ورا بعض حاليا. وبنتجه لاخر راوند قبل ما نعمل سويتش بوزيشن يا ملوش. لو تريبل برضو اخدوا الراوند دي كده جي كي موقفه في الجيم بيبدأ يتهدد، مع ان اي نعم مش هيكون فريق تريبل سابق براوندات كتير، ولكن هيكون قادر يتمكن منه في 3 راوندز متتاليين. نشوف شو قادرين يعملوا جي كي، هل حيقدروا يردوها والرياكشن تبعيتهم. هيدي شغله حكيناها وحنضل نحكيها انه بكافيه ديفندرز عندهم هالادفانتج. هيدا بتوقع على قليله 3 راوندز يربحون الديفندرز، وعلى الاغلب 4 راوندز ليطلع الاكو، ليطلع الليجن، ليطلع الوردن. عندك 3 اوبريتورز اجباري انه يقدروا يخففوا من سرعه التريبل. أكيد الليجن والأكو نفس الوقت، الواردن اللي يقعد على السايت، وعندك كمان النيترو سيل اللي يلعبها بنفس الوقت، وعندك الفلكس بلاير نودل على الألباي اللي يقدر يركض بالأمكس فور ويجيب كل من هون. هوني يكون الأكو والليجن كمان قادرين يساعدون، وبتترك الواماي كخانة ميكس بين أوف سايت وأون سايت، والواردن كمان على السايت وزيته. عندك عندك كل النقاط يلي لازم تكون موجودة للدفنس، بس الفكرة الجي كي هلا هل قادرين ناخذ هالبوتنشل وننقله لوين للراوند. وارد جدا طبعا يا ملوش، ولكن دوفاكين حاليا بيتجه ناحية الريد هاتش. ومن شوية كده اخدنا بالنا ان نودل كان مستني تحتها، ولكن واضح ان نودل خلاص عمل تغيير لمكانه فعلا وبدا ان هو يتراجع. وبرده حركه ذكيه من نودل، يعني استنى شويه في الاول لان مفيش حد بدا يعمل له بوش، فحس ان خلاص انا هبدا اتراجع الاقي بوزيشن تاني يمكن يكون افيد لفريقي. ولكن نودل فعلا لسه بنتكلم عنه ويقدر يخلص على ايجل بالفيرست بيك. وهنا بنشوف جون على طول بالريفراج السريع يقدر يخلص على نودل ويعدلها 4-4 يا ملوش. 4-4 وبس، ما في بوزيشن كنترول هون. نفس الوقت تريبل قادرين ياخذوا الفلور، في اسا دقيقه 40 ثانيه فاضلين، وهلا لازم انه يفتحوا هالتوب سايت. هلا الهدف اذا تفتح السايت هو انك تجيب الباك ويكون عندك هالاوبريتر يساعدك فيها، بس على القليله عندك الاش وفوقه كمان عندك البريتش شارج تبعون جارد على الايس. بقادر انك تفتح مقاطع معينه من السايت، بس ما عندك الفلكسبيليتي يلي الباك بيقدر يعطيك او السلج بيعطيك ببوزيشن مثل هيدي. فعلا يا ملوش، هشوم هنا كده مستني ناحيه البار، وفي نفس الوقت اكس كي جهه الفي اي بي، يعني قريبين جدا من بعض لو في خطر نزل على اي حد منهم عن جانب تريبل، فساعتها هيقدروا ان هم يساعدوا بعض. ولكن هشوم يبدا ان هو يتراجع واحده ورا الثانيه للسايت، وبدا يبعد عن كي شويه. كي لسه ماسك البوزيشننج بتاعه في اي بي لحد دلوقتي، الدنيا هاديه، بس دوفاكين يرجع على طول ويخليها مش هاديه ويخلص على سيريسلي ويخليها 4-3 كذا مره ورا بعض. جي كي بيقعوا، بتقع منهم المان ادفانتج، وتريبل هم اللي بيقدروا يكونوا يعني سابقينهم شويه كده يا ملوش. الراوند خلاص قربت تخلص، بس هشوم مستني مو يخلص على اللي بعده على طول، وتريكس يقدر يجيب دوفاكين، وفجاه الترابيزه تتقلب بالكامل على تريبل. وهشوم اعتقد بتريبل كيل يقدر يضمن الراوند لصالح فريق جي كي ويكون السكور 3-3 ونعمل سويتش بوزيشن يا ملوش. جون قول معي وين الدرونز؟ يلا وين الدرونز؟ درونز وين الدرونز؟ 1-2-3 ونقولها سوا. يلا
كان واحد واحد اثنين ثلاثة. وين الدرونز؟ وين الدرونز؟ مظبوط وين الدرونز؟ معقول تلت. ما في درون فايت كرمال يشوف اذا في شيء بالغرفة هون؟ يعني ناطر انه الكوت روم يكون اول منطقة انت تعمل درون عليها، وخاصة انه عندك 40 ثانية فاضلة براوند دبل تشيك وتريبل تشيك كمان. حتى لو خسرت لاعب بهاللحظة هيدي ماشي الحال، لانه بتكون عم تتريد بنفس الوقت عندك كنترول على الهولوي كتير منيح، فيك ترجع سايد. بس لاعبين يخسروا الفايت هون بلا ما حتى عارفينين انه في لاعب موجود، too much. بس بالاخر جي كي حيكونوا علي شوي مبسوطين بالسكور 3-3. بس بدي اسأل حالي انه ليش ما في رام؟ تخيل لو رام موجودة، تخيل لو قادرة انه تشيل الفلور بورد كله وكل كيتشن تكون مفتوحة بهاللحظة هيدي، ممكن فيك تنزل من الهاتش كمان او تعمل لعبة من هونيك بدل ما تحارب اللاعبين اللي برات السايت. تري كرافتنج هذا الحلو بكل ما في اوبريتر جديد يدخل على اللعبة. بصراحة رام بوينت حلوة جدا يا ملوش، احنا فعلا شفنا رام بتتلعب عامة في ستيج 2 في المينا ليج، بس في الاغلب الاوبريتورز الجديدة بنلاقي الفرق الجديدة هي اللي بتستخدمهم، ولكن الفرق القديمة اللي عندهم خبرة بتحس ان هم بيكونوا متعودين على اسلوب لعب معين، ما بيكونوش حابين يدخلوا الاوبريتورز الجديدة في اللعبة. ولكن الصراحة رام بالنسبة لكافي فعلا انت تعتبر هتفتح الارضية كلها، لان كل حاجة تعتبر هو البنجابول في كافي. مزبوط، هذا اللي بحبه بالاوبريتورز اللي جابوا انه بيزيدوا فلكسبيليتي كل مرة، بتغير طريقة اللعب، مع انه الاوبريتور بيكون بس طريقة تانية لتعمل شغلة انت موجودة بالاصل باللعبة، وهيدا اللي بحبه سايد جريد. فعلا يا ملوش هنكمل مع بعض الراوند دي ونشوف كده، لان الراوند يعتبر خلاص في نصها وبدأنا نخش في النصف الاخير، ولكن جون هنا متواجد ناحية الترين فتح لنفسه كده شوية كيل هولز علشان يلخبط فريق جي كي لو فكر يدخل عليه كابيتاو وفاير في وقت ممتاز يقدر ان هو يعمل دامج لدوفاكين شوية، ودوفاكين يضطر يتراجع. ايجل يحاول يجيب اللي عامل رابل ناحية البيانو، ولكن الشوتس ما تعملش كونكت. نودل هنا هيبدأ يعمل هوت بريتش على طول من ناحية النيو بالكوني، بتعمل ايه يا نودل يا مجنون؟ يخلص على الاول على جاردز، ولكن دلوقتي خلاص مكانه تعرف الايم راح صح يا نودل، ولكن الرياكشن تايم كان ابطأ من دوفاكين اللي قدر ينال منك 4-4. لحد دلوقتي شفنا اجريسيف بلايز من الفريقين يا ملوش، ولكن الدنيا تبدأ تهدى تاني. الايم جون كان على القد، بس بتحس انه ما بعرف منين اجى الديلي، الرصاصة ما طلعت بوقتها، ما بعرف كيف كان، يعني ماني فاهمين كيف صارت الوضع هون. بس بالاخر سيرسلي حيقدر يشيل دوفاكين من هالراوند هيدي. بس هلا الفكرة هل الكاسل بيقدر يضل عايش؟ في اسا الكابيتاو من تريكس موجود وعنده كروس بوبوتس في يستعملهم بهالبوزيشن هيدي ليطلعوا برات الفريزر برات الستوك، هي منطقة كتير كتير مهمة لأي ديفندرز، وشفنا كيف جي كي قدروا يستخدموها بالديفنس تبعهم. جون دوب نفس الوقت بيقدر يجيب كل على اكس كي وينقلها لثري ثري، بس فضل 15 ثانية. هلا الوقت اللحظة اللي لازم تفوتوا على السايد. هنشوف مع بعض خلاص 10 ثواني يا ملوش، الوقت بيجري بشكل سريع جدا من جي كي. تريبل لسه عاملين هولد، ولكن هنا كمان جون بدبل كيل يخلص على تريكسد، وفجأة كده فريق جي كي بيتعمل له ديليت من الراوند دي وتروح لصالح فريق تريبل. غريبة يا ملوش التأخير اللي جي كي عمله، غريب كتير، وما كنت متوقع أبدا أن تصير بهالطريقة هيدي، لأنه بلشت الراوند بطريقة كتير كتير منيحة، البوزيشنينج تبعها كان كتير منيح، كله كان حاضر لجي كي، بس بالآخر فرطت اللعبة كلها. ما بعرف على أساس كيف صارت، لأنه كان بالنسبة لي كله كان واضح بإيدين جي كي. خسارة نودل بالبوزيشن اللي صارت كان شغلة صعبة، لأنه فات لحاله، وحتى لو مش قادر ياخد الكل التاني على اللي يكون في حدا عم بيساعده على الرابال على الويندوز اللي على جنب، أو يكون عنده حدا عم بيساعده كمان من السكاي لايت، او قادر ينط معه بنفس الوقت على السكاي لايت، وخاصه انه عندك الكابيتاو
فيك تستعمل الكابيتاو بالستوك سلاش فريزر وتبعد اي ديفندر موجود هنيك. نودل بيقدر يفوت على الميني بار ياخد اول كل، ممكن يخسر التانية بس منها مشكلة ان نفس الوقت انت نزلت واخد كنترول على البار، هالبوزيشنز كلهم بنفس الوقت عم يتحركوا. مولتي بوزيشن اتاك، وهذا الشيء اللي متعلمه من يوروبيان ليج مثلا، شغلة نودل معود عليها، وممكن يكون هيدا الهدف لجي كي بالمستقبل. بس هيدا الكوردينيشن بدها كتير كتير عمل لتوصل. صراحة ملوش بوينت مهمة جدا، لان كنت عايز اسألك فعلا على دخول نودل من غير ما يكون حد يا اما يعمله ريفراج يا اما حد يكون ماسك له الانجل بتاعت فريزر من ناحية الويندو. كانت بلاي غريبة، ولكن اهي يعني هنشوف في الراوندز الجاية هيتعلموا من بلاي زي دي ويبدأوا يلعبوا مع بعض اكتر ولا لا. المهم جون موجود ناحية الوايت ويندو، يبدأ كده الوايت ويندو يفتح من جانب جي كي، جون يحاول ياخد كويك بيك ولكن ما يلاقيش حد ويتراجع، وده اللي بحبه في الفرق دي ملوش، ان هم بيعرفوا يختاروا امتى يلعبوا اجريسيف امتى ما يلعبوش اجريسيف. اي نعم نودل ما ظبطتش معاه المرة اللي فاتت، بس هنا هالشوم ظبطت معاه وقدر يخلص على جون بدري جدا، وهتكون كل مهمة قوي يا ملوش، لسبب ان جون كان بيلعب بسولس فريق جي كي هيكون معاه اريحيه في البلانت لو فكر يعملها. طالما هالشوم موجود قادر انك تلعب اللعب، بنفس الوقت الرامي اللي حكينا فيها بالراوند الماضي موجود، عندك هالدستركشن اللي حتستعملها بلس فوق عندك 2 كيلز وعندك دقيقة و40 ثانية فاضلين، عندك كل الادفانتجز بهاللحظة هيدي لجي كي. وكتير مبسوط انه شايفين الرام اكس كي كيل كتير حلو هون، والامباكت نيدز طالعين ليشيلوا اي كليمور، محطوطين ايجل دجباري انه يرجع على السايت، بس قريبا هالسايت هالسيلينج هيدا كله حيعملوا له ريمودلينج بالرام، اكد لك اياها هيعملوا رينوفيشن للماب كلها تقريبا. 5-2 يا ملوش، خلاص وبدات فعلا الرام هي تشتغل، هم شكلهم سمعوك ونفذوا نصيحتك على طول. بس دوفاكن وايجل يا ملوش احنا شفناهم كذا مره، الاثنين دول بيكونوا دو قوي جدا مع بعض، يعني ما تستهنش فكره ان هم 2-5 يقدروا ايجل ودوفاكن ان هم يعملوها، بس رام عمالت صعب الموضوع اكتر. ايجل اضطر ان هو يعمل سويتش بوزيشن، وهنا بري فاير جميله من هشوم يقدر يخلص عليه سريع جدا، مع ان ايجل المفروض كان معاه الادفانتج بوجود الشوجن. دوفاكين لوحده ضد 5، ولكن وضعك صعب خلاص يا دوفاكين. ديفيزر بيتعمل له بلانت يقدر يخلص على ده هشوم بمهاره عاليه جدا، متوقع ان في حد ناحيه باب البيكري يعملوش، ولكن ديفيزر بلانتد خلاص، الوضع صعب جدا، يموت فعلا من نودل. الراوند تروح لصالح فريق جي كي، ونرجع يعملوش راوند هنا وراوند للفريق التاني. جون لعب هشوم يعني انه تعطي الار 4 سي لرام، يعني كانه عم نتفرج بهاللحظه هيدي على اش ب 2018-2019 ماينس الايكوك، انه قادر يتحرك من جانب للتاني ويجيب الكل ويرجع ينتقل على بوزيشن تاني ويجيب كل من بعده. لعب كتير كتير حلو من هشوم، ونتوقع نحن انه هشوم يكون بهالكالبر هالليفل هيدا من اللعب. نودل كمان قادر انه ياخد اكزت كيلز، يكون بالبوزيشن المضبوطه، بس بنفس الوقت يلعب سبورت اوبريتور مثل الرام. رام عن جد اوبريتور، الميكس بين سبورت وبين اوفنس، عندك هلا فلكس الاوبريتور. بس مع انه هلا شافوا جي كي انه السايت حيكون بدايننج اللايبرري، حيشيلوا الرام وحيطلعوا على الدوكابي. ادابتيشن كتير كبيرة منها، ما لزمون الرام بهاللحظة هيدي، قادرين يشيلوها ويعملوا ادابتيشن لشي تاني. انا حاسس يا ملوش ان انا جالي ديجافو بوجود كابكان مع الجون، لان اخر مرة تريبل كانوا بيلعبوا في كافيه وكانوا مش موفقين قوي، وكانوا حابين ان هم يكسبوا بفرق راوندات كبير. جون على طول جاب كابكان وكان مأدي اداء كويس جدا بيه ملوش، فمتحمس بصراحة ان انا اشوف جون هيعمل ايه بالكابكان المرة دي. على العموم جي كي خلاص بدأوا يكونوا على الروف وبدأوا يفتحوا الهاتشز، بدأوا يعملوا الدرونز بتاعتهم، وهنشوف البوش بتاعتهم او الاكسكيوشن هيكون عامل ازاي. هشوم شاف هو كان بيعمل ايه، بص على الويندو ده بعدين بص على الويندو التاني. المهم بدا ان هو يعمل راب، ما يعملوش لسه. الراوند تعتبر هاديه شويه مقارنه بالراوندز اللي فاتت.
كتير كتير مزبوط، لأنه الفريقين حاسين بال بالبرشر إنه أوكي أربعة أربعة قربنا على على الآخر هون، ثلاثة راوندز لأي فريق بيربحه، وإجباري إنه تأخذ هالستيب باك، تأخذ وقتك بالراوند، وقراراتك يكونوا مأخذين لسبب معين. كل بجنن من جون perfectly timed هون، ودوفاكين بنفس الوقت على سيرسلي تريبل بيلعب الويندوز بطريقة كثير حلوة على الاثنين ليفلز، وبيجيبوا اثنين كيلز كثير مهمين. دوفاكين اسا بكل ثالث على هالشوم، صحيح نودل بيجيب كلها على موه، بس نفس الوقت is it too little too late. ممكن تكون فعلا يا ملوش خلاص 4 ضد 2 كي ونودل في وضع صعب جدا الصراحه من تريبل اللي مفوقين بشكل كبير قوي في الراوند دي. زي ما كنت بقولك على جون بالكاب كان بدا الكيلز في الراوند دي بالسي 4 ودوفاكين كمل معايا على طول. درونز كده من اكس كي بتحاول تكتشف اماكن الديفندرز وفعلا ياخد باله من وجود كابكان، بيحاول يروح كده سريع علشان يلحقه، ولكن اوريدي خلاص كابكان غير مكانه يا كي، ما بقاش موجود. وحاليا فريق جي كي لسه مش عارفين الكوش بتاعتهم هتكون منين، بيفتح كده كي لنفسه اوبن دور علشان محتاج يروح من اللوبي، وماي ماجنت بتاخد منه الايس على طول اللي كان هيحاول السلمة تشورش اللي كان هيحاول يلعب بيها فيرتيكال، وفي نفس الوقت نودل بعيد جدا يعملوش عن كي، تحس ان هما مش بيلعبوا سوا. الكول نزلت متأخرة ثانية واحدة بالظبط، كان اكس كي هيقدر ان هو يسمع جاردز، ولكن هنا خلاص نودل وين شو عم تعمل برو؟ اي فين الريفراج؟ فين الفراج؟ فين البوليتس؟ فين اي شيء؟ وين نودل؟ وين كنا عم نحكي باستا الدنتي صرنا وات نودل هون، شو صار؟ اي صدق انا لسه فاهمها دلوقتي. كيف قصدك؟ لسه فاهم دلوقتي ان انت قصدك نودل عشان نودل يعني ايه نودل. انا لسه وصلالي دلوقتي. نحن اذا كان خارق ما تعطى الهم. تايم اوت يا ملوش، تفتكر فريق جي كي ممكن يكون بيتكلم في ايه دلوقتي؟ ايه اللي ممكن يعمله علشان يكاونتر فريق تريبل اللي بيوجه له تهديد كبير جدا؟ ما يخسروا ايزي كوس، ما كان في كوردينيشن بالراوند الماضي. واضحة كانت لألي انه جي كي ما كانوا عم يتواصلوا بين بعضهم بالراوند، لانه خسرت اول لعبين على على الويندوز. اوكي اذا كان الهدف انه انتو تاخدوا كنترول على توب فلور، ليش في لاعب على الويندو تبعيت الداينينج؟ ليش ما في لاعب موجود على كريسمس سلاش سيجار؟ ليش ما بهالمنطقة هايدي وبنفس الوقت على وايت هول؟ اتس اوكي انه تخسر لعبة على وايت، على قليلة انه تكون اخد انت شي بوزيشن بالماب. للأسف خسرت لاعبين وما كان عندك اي ادفانتج اخدته منه، تريد منه ايكول تريد. وواضح انه ما كان عم يتواصل مع الناس. هيدا شي ممكن ما تقدر تحله باللحظة، ممكن هيدي تكون الراوند المفصلية يلي بتقلب الجيم لصالح تريبل. اكيد اذا في مشجعين فالكنز او فالكنز هن بنفسهم عم يتفرجوا هلا، هن اكبر مشجعين لتريبل اي سبورتس. The enemy of my enemy is my friend يا ملوش، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. بس على عموم نشوف، لان لسه الجيم شغال ولسه برضو يا ملوش ممكن جي كي يردوا على تريبل دلوقتي، يعني فرق الراوندات مش كبير، بس تريبل خلاص بدأوا يقربوا من الفوز اكتر، لان الراوند دي لو قدروا يتغلبوا على جي كي فيها هتكون ماتش بوينت، وساعتها الوضع فعلا هيكون موتر جدا بالنسبة لجي كي. المهم جي كي يبدأوا يعملوا رابل، دوفاكين مستني بالأزامي ناحية السيجار ناحية الكريسماس، وعارف ان في رابل، ولكن على طول دوفاكين يقع انجر، ويعني الكل دي هتأثر بشكل كبير على تريبل لو اتعمل لها كونفيرم، وفعلا هالشوم يقدر ان هو يعمل لها كونفيرم في الاخر 5v4 يا ملوش. واضح كده ان مو بيحاول يجيب الريف، ما فيك تكون موجود بمنطقة هالقد اكسبوزد بلا ما يكون في حدا عم بيساعدك، او ما عليك انت انه تورجي حالك قدام الويندو هون.
صحيح اسمك دوفاكين بس بنفس الوقت منا عم نلعب سكايريم هون، ما فيك انك تلعبها بنفس الطريقة. اشباري انك ترجع لورا يكون في حدا سبورت وراك، وقال بيصير اللي صار تخسر اللاعب وبلاحظتها تقول اه انا اللي حطيت حالي بهالمنطقة الصعبة وما كان لازم يكون هون موجود. وهذا ممكن يأثر على الكوميونيكيشن تبعي تريبل، بس جي كي عندهم فرصة هلأ انه يستغلوها، بس عندهم دي اوت 20 ثانية فاضلين، لازم يتحرك سرعة وياخدوا ماب كنترول، لانه الكل الوحيد اللي اخدوه كان من برا وما بيأثر على الماب كنترول بذاته. واخد بالك جون بقاله قد ايه واقف نفس الوقفه ما اتحركش؟ افتكرت ان انا فصلت اللحظه، بس سيريسلي قدر ان هو يخلص على مو. هنا جي كي بيرجعوا بيردوا فعلا على تريبل، رد قاطع وصريح يا ميلوش كي، يقدر يجيب كمان تو مور كيلز على جون وعلى جاردز. وايجل فجاه كده يلاقي نفسه وحيد ضد خمسه وحوش من فريق جي كي، هتكون طبعا صعبه على ايجل ولكن مش مستحيله. ايجل من افضل اللاعبين اللي موجودين في الريجن بتاعنا، فعلا يقدر على طول يجيب اول كيل على كي، ولكن تو درونز تعطلوا وسيريس يقدر ينال منه والراوند تروح لجي كي. ونرجع تاني يا ملوش للميزان المتساوي بخمسة خمسة. السكور اللي هيكسب الراوند الجاية هو اللي هيروح الماتش بوينت، بس بالريتم ده واضح كده ان احنا فعلا متجهين ناحية الماكسيمم اوفر تايم. انا كنت متوقع انه تكون 7-5 لا تريبل بهيدي اللحظة او لجي كي، بس متوقع كانت تكون 7-5 لتريبل. فالكنز اكيد عم يتفرجوا عم يجيبوا اوكي نحن متوقعين انه تكون بهالطريقه هيدي، بس ما كنت ابدا متوقع انه يكون في هالمشاكل الواضحه لفريق او للتاني بكل راوند. شغلي انه المشكله انوجدت بالراوند بتتصلح للراوند الجاي، بس في مشكله تانية بتطلع بتبين للفريق التاني وبيصير نفس الشيء. هيك alternation من فريق للتاني. من هيك متوقعين نحن انه هالفريقين يكونوا متوازيين بطريقه مش طبيعيه، وهذا اللي حاصل. وانا كتير مبسوط انه قادرين اثنيناتنا جون نقعد هون ونعلق على هالماتش هيدا لنشوف شو بيفرق هالفريقين بين بعضهم، بما انه هالقد قريبين على الليفل بالجيم بلاي تبعهم. طبعا يا ملوش، لان كمان ده ماتش هيكون حاسم جدا بالنسبه للليدر بورد، وكل الفرق عينيها على ميجر اتلانتا. المره اللي فاتت فالكونز قدروا يعملوها ويروحوا ميجر كوبنهاجن، المره دي الفرق كلها عينيهم عليها. على العموم دوفاكين بيبدا ياخد دامج كده بدري جدا الصراحه في الراوند، لسه يا دوب بادئين. يمكن دوفاكين كان بيحاول ياخد اجريسيف بيك على السبون بتاع فريق جي كي، بس فريق جي كي كان متوقع وقال له انت بتعمل ايه، روح استخبى. وده اللي فعلا دوفاكين عمله، بدا دلوقتي ان هو ياخد كفر علشان يامن نفسه ويامن فريقه، ان ما يديش ايزي بيك وايرلي بيك بالنسبه لفريق جي كي. موجوده دلوقتي دوكا بيكول بتنزل على فريق تريبل. وجود الدوكا بي مع تريكسيت دي حاجه احنا اعتدنا عليها يا ملوش، تريكسيت دايما يعتبر المين اوبريتور بتاعه من زمان هو الدوكابي، وهنا هنشوف. يعني اقدر اقول لك ان تريكسيت الكولز بتاعت الدوكابي لو تركز معاها الراوند دي هتلاقيها بتنزل في الوقت المظبوط والصحيح. والمنيح انه الكول اللي اتاخد قادرين جيك بنفس الوقت انه يفوتوا نودل على الماب، انه هشوم يكون قادر يدخل على الماب بنفس الوقت كمان، لانه التريد دائما لازم يكون عم استعمل انا يوتيليتي او ابيليتي، لازم نفس الوقت يا عم جيب كل يا عم اخذ ماب كنترول. هون اخذت ماب كنترول، تريد كثير منيح لكل واحد تقدر تفوت ثلاث لاعبين بقلب السايت ويبلشوا انه يفتحوا السايت، كثير منيح. بس هيدي الفالكري كام هون اللي محطوطه من جون كنت تكون شغله تريبل يقدروا يستعملوها الادفانتج تبعهم، بس للاسف ما عندهم نايترو سيل. جون استعمل النايترو تبعيته قبل وما قدر يحصلها لاي اتاكر جاي من الدايننج اريا. 5v5 يا ملوش، ما زلنا ولكن دقيقه تتبقى على الراوند، واللي هتحدد مين اللي هيروح الماتش بوينت الاول هنا هشوم يقدر ياخد باله باستخدام درومز ان في شخص متواجد تحت البراون ستير. واضح كده ان هو هيبدا يلفله من خارج الماب فعلا، يعمل دروب وهيبدا كده يروح
يتفقدوا نود العامل رابل أبسايد داون ناحية البيكري، ولكن أعتقد أن مكانه اتعرف ففعلا هينزل من الرابل وهيبدأ يعمل كوك لنيد. هتقدر تعمل زبطها يا نودل ولا لا؟ يرمي أول واحدة يتعمل لها ويست، يرمي التانية ولكن طبعا ما تعمل لهاش كوك بشكل كافي بحيث أن هي تروح تجيب الكل على طول. الفاير معطلة بتاعت يعني الجاس كانستر بتاعت جويو، لكن اكس كي على طول يدخل يخلص على جون. واضح كده ان في دخلة عنيفة جدا يا ملوش داخل اكس كي، وشو بيقدر يحصل هون؟ عنده خمسة وين لا يقدر يحط هالديفيوزر هيدي بمحلها. ايجل وموحة يقدر يشيبوا كل لحالهم، 3 ثواني فاضلين هون بالريفراج. ايجل هينزل بس فضل دوفاكين الكل جاردز قادر يجيب تريكس، قادرين انه يحطوا الديفيوزر. ثانية نص ثانية وصل حطينا اكس كي بياخد شوية دامج، بيقدر يستعمل نو سيرسلي منه قادر انه يحصل الكل على دوفاكين بهاللحظة هيدي. بس عليلي قادرين يقوموا جاردز، ما هدينا انه مو لزبط حالي هون. اكس كي شو قادر يحصل منه سيرسلي؟ عنده كنترول على التوب فلور، هيدا الكنترول اذا منك قادر تشيله منه حيكون مستحيل انك ترجع تفوت على السايت. بس دوفاكين حيجيب الكل يحصله يعملها 2 في 1، ما في اي يوتي فاضلين لا لا اكس كي ولا للديفنس الا 2 امباكس مع مو. هل قادرين يستعملون قبل ما يفوتوا على السايت؟ لازم اثنيناتهم يدخلوا بنفس الوقت هون ليحصلوا الكل. اول لاين اب اكس كي قادر يجيب الكل الثاني. البري فاير لاكس كي على دوفاكين، جي كي يحصلوا راوند 11. ابدا مستحيل، ما كان لازم كل. ابدا تصير هيدي كواد كيل يا ملوش، والبلانت المعجزة من اكس كي والكواد كيل السحرية من اكس كي يقدر ان هو في الاخر يجيب الراوند لصالح فريق جي كي. راوند وبلانت وكواد كيل كلهم غريبين جدا يا ملوش. ازاي فريق تريبل، ازاي فريق تريبل بعد ما كان معاه الادفانتج وقدر ان هو يعطل جي كي، اكس كي يقدر يدخل كده ويعمل بلانت في الخباسة وفي الاخر كمان يجيب كواد كيل. الراوند اللي فاتت يا ملوش خلينا نقول انها كانت مكتوبة كده موقعة باسم كي من قبل ما تبدأ. لك اكس كي بالفرنساوي بتعني تيستي، وهل اربع كيلز اي تيستي انه مش بس تيستي، بس تيستي بطريقة يعني رفيعة، تعرف كيف؟ شيء اكل مرتب ما تقولها بالاكسنت الفرنساوية كده اكس كي هيك بتقولها بالفرنساوي. بل انا قلتها هل لا بيقولوها اكس كي مزبوط مثل ما عم بتقولها. وهل هالراوند لعبه كان شيء عن جد جميل، ما مفروض كان جي كي ابدا يربح هالراوند ولا بهالطريقه هيدي. تريبل كان عندهم كنترول، رياكشن تبعيتهم كان كثير مزبوطه، بس باخر الراوند بهاللحظه بهالخمس ثواني هودي اللي عندك يون الديسيجن انه تروح وتلعب ديفيوزر لحالك بلا ما يكون عندك تيم ميت، هيدي الديسيجن لازم تاخذها بلحظتها. وللاسف لهم لتريبل كانت الديسيجن الغلط. اجباري هلا انه تمحي اللي صار بالراوند الماضي لترد حالك على الاوفر تايم، وجي كي على القليل قادرين انه ياخذوا بوينت من هالبلاي داي اللي هو شيء كثير كثير مهم ليضلوا بالصداره. بصراحه يا ملوش راوند خطيره جدا اللي احنا بنشاهدها دلوقتي، لان جي كي قادرين وعندهم القدره يعني ان هم يخلصوا الجيم ويكون السكور 7-5 زي ما انتم توقعتوا كده في التحليل مع اخواتنا التانيين. بس في نفس الوقت برضو تريبل عندهم نفس القدره ان هم يوصلونا اوفر تايم، يعني مستحيل تتوقع. بس جي كي على طول هنا نودل يقدر يجيب الفيرست بيك على مو سيفوري، تعمل لها ويست من جون. دوفاكين يرمي امباكت ناحيه البيكسل بس برضو ما كانش فيه حد بيفتح فيرتيكال. واضح كده ان الراوند هتبدا تسخن معانا يا ملوش كمان بعد الثواني. نايترو محضر هلا على الدايننج ويندو، بس ايجل حيرجع لورا ويقرر بركي للحظة تانية لاستعمل هالنايترو سيل هيدي. وجاردز سيتو كنترول بالكوكتيل لاونج بالميني بار، وعسا في دقيقة وعشرين ثانية فاضلين. اذا قادر اسا يضل هون لتلاتين ثانية من بعدها كن شي كتير كتير منيح لتريبل على الديفنس. والاي 1 دي لا يعطي جي كي شوية سبيس ليقدروا يفوتوا على الكوكتيل بار، وقادرين يبعدوا الديفندرز للتريبل من هالبوزيشن. جون حممكن يقدر يطلع لفوق بس هشوم ناطره على الويندو وبيقدر يجيب الكل. هيدي تاني اوبن هورن 5v3 جي كي ببوزيشن كتير منيح على يقدر يربحه 7-5.
خمسة ضد ثلاثة ملوش، وخلاص كده وضع تريبل بيصعب أكتر وأكتر، وممكن تكون الراوند النهائية. وكده نقول مبروك لجي كي، بس ما نسبقش الأحداث. الأربعين ثانية هتحدد لنا كل حاجة. جاردز موجودين دلوقتي في جهة المايننج، يبدأ إن هو ياخد باله من الريد ستير. إيجل بياخد دامج في نفس الوقت، كي بياخد دامج، ولكن هنشوف الدامج ده بيحصل فين بالظبط. انا شايف ان اعتقد هشوم بيبدا ان هو يعمل كوك كده النيد، وهنا بنشوف دوفاكن بيروح عن طريق تريكسد 20 ثانيه وخلاص خلاص يا تريبل. واضح ان الراوند والجيم هيخلص، وجي كي هيقدروا يكسبوا الثري بوينتس. ديفيوزر بيبدا يتعمل له بلانت من اكس كي، وجاردز هنا فعلا يروح من تريكسد. فلولس راوند والجيم ينتهي يا ملوش خلاص. والف مبروك لجي كي، الثري بوينتس هارد لك كبير جدا بالنسبه لفريق تريبل اللي قد